والي غرب دارفور خلال الفترة أنه كانت هنالك كثير قوات مشتركة من الحركات المسلحة ومن القوات المسلحة والدعم السريع كانت في منطقة كرينيك حينما تم الهجوم عليها وانسحبت ولم تدافع عن المواطنين. نعم. كل هذه الأمور عند قراءتها يتضح لنا أن الأمر في الإرادة السياسية لحسم هذه التفلتات، لأن كل السلاح أساسا الآن إذا كان عند الحركات المسلحة وإذا كان عند الدعم السريع وإذا كان عند الجيش هو في السلطة الحاكمة الآن. إذا من أين يأتي التفلت؟ التفلت من هذه المجموعات. فيبقى الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية لهذا الأمر. وعندما كان المعايدة الأخيرة لحاكم إقليم دارفور في الخرطوم في قاعة الصداقة، كان في خطاب السيد عضو المجلس السيادي الهادي إدريس حينما طالب مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بأنه لا بد من أن يسن قانون لحكومة الإقليم في دارفور. هو طلبه كان أشبه بالتفويض، تفويض نعم. لمن يركم الناوي لإنهاء هذه الحالات الانفلات. هو طلب سن قانون، لأنه هو الآن يعمل بدون قانون كحاكم لإقليم دارفور، طلب سن قانون لحتى يتمكن من إدارة الإقليم.